بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرتدي شرفت لك سودة وهذا سمودة كل جون لك إن شاء الله بإذن الله الكريم تحدي قطعنا أهمية الوقت، أهمية أولي هي وقت قال أهمية الوقت وهي. ويعبر الوقت أهم من ويعبر الوقت وقت وحلو عبرا أهم ما في الحياة الإنسان، إنه يهي كوكو مهم سن أبا مدن نرش بلادك، حتى إنه أثمن، حتى إنه ثمن أثمن إن العقل الشر أبا العقل يوكا قالي سيئ وأغلى من المال مالك يوكا قالي سيئ سويت قال السنة دوام حي ولعظمي ولعظمي وقت أهمية عظمك وقتك ويني سوحي لدي أهمية بين الله قد قسم الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم إلهي سبحانه وتعالى وحو قدرت كتابك سو كريم كه بمواضع عديدة ما يلبضا منها وحكم ده مركلا بما يلبض إن شاء الله سوى قادم طن أهمية وقت كل يوم. قال الله تعالى إلهي والعصر عصر علماء وحا أي شيئين الدهر وقتي إلهي وقتي غير قدرت لما قال كنا حق قدرت وحي إلهي بعصر عصر كي مركا عصر كو وقت مكمله. إن الإنسان إنسان كنا بلا في خسر خسارة يكسرين إلا الذين آمنوا إنسان مقطع لا إلا الذين آمنوا حسيا شك إلا الذين كوي إلا الذين كوي آمنوا رمي مويان وعملوا السمية صالحات ونأكد السمية مويان والتواصل سو ترتار ضيب الحق حق والتواصل بالصبر صبر كان يسوك عشرة مويان إنسان خسارة كسرين حتى بحال كانوا حنوقت اللهين العصر وآه وهنا جاء القسم العصر بالعصري وحيمين الغدارة محي عصر كل غدارة عصر كم يوم كم يهدي الدهر ووقت ده وقت وكم يهدي. وقال تعالى في مواضع أخرى إلهي محمد الكل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ومعنى ذو طيب وهو الذي إلهي كيوي جعل الليل إذن يلح بينك والنهار يا ما أنت خلفة حارس خلاف سيس كل كت كتير يعني ومتى مسك كل قدوين هو وقت اللي لمن أراد محل هاي سأو سمي لمن أراد دون تلو دوني أن يتذكر إنه كي هو أن توب كي هو أن توب أو أراد شورا أما كي كشف نقي وكشف نقي نمعي كلا إلى نهوب ونعم كلا هاي نسيه وحكم ذا الليل والنهار ما لين نسيه بين نسيه سيدا أوجد أهمية وقت ولي هاي أي آيات في القرآن كوشية من أن وقت كي لعلنا أهمية كي لعلنا لله سبحانه وتعالى حقوقه تين عصر كقول عقتها مركا أهمية وقت كو آديات يومهم هاي موضوع أن موضوع رسول كوبن وحن كسب سي أهمية الوقت وهل الوقت وقت كو مركا إن شيء آديات قالوا ويه يعني مهماتي عربي لعلنا واتهاي والوقت كالصيف فإن لم تقطع يقطعك وقت الصيف وكله مرك هدي أنا تشرين ساق وتشري محل وتشيل سوق مصيف كورتك هتشري ساق ما يا وقت جاي جبا كاتجية وقت جاي تو كاتجنا تقول كم صان مقرية مرك أقول كده جين سيف كورتك هتشري ساق هذا سمعت لو شو جسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.